واحد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة جميع الدروس ماغوك. هذه القناة تابعة الموقع جميع الدروس ماغوك.com. من خلال هذا الموقع تنقدموا لكم شروحات ديال الدروس مكتوبة ومرفوقة بالفيديو، وكذلك المصطلحات والتعاريف ديال الدروس بالإضافة إلى التلخيص والخططات ديالهم، وكذلك التمارين اللي غادة تمكنكم من التهيئ والتحضير للدروس ديالكم بواحد الطريقة اللي هي أوتوماتيكية. في الدرس السابق اللي هو تنوع الجراثيم، تعرفنا على الأصناف ديال هاد الجراثيم وبعض الخصائص اللي كتميز بها. أما اليوم فغادي نتعرفوا على الطرق اللي كتكاثر بها هاد الجراثيم. إذن إلا مازال ما شفتيش الدرس السابق فكنصحك باش تشاهد الفيديو ديالو، غادي تلقى الرابط في الوصف ديال هذا الفيديو. وما تنساش ملي تسالي هذا الفيديو تقوم بإنجاز التمارين اللي كنوفروها لك على الموقع ديالنا، غادي تعاونك بشكل كبير في التهيئ والتحضير للدرس ديالك بطريقه اوتوماتيكيه، حيتاش غادي توريك الاجوبه الصحيحه والخاطئه اللي جاوبتيها، بالاضافه الى انها كتمدك بنقطه تقييميه كيف ما كتشوف. اذا نرجعوا للدرس ديالنا، نبداو بطريقه تكاثر الحيوانات الاوليه. كتكاثر الحيوانات الاوليه عن طريق الانقسام، وكتستغرق هذه العمليه ديال الانقسام ديال الحيوانات الاوليه 20 دقيقه في كل خطره كتنقسم فيها. اش كيعني هادشي؟ هادشي كيعني ان الحيوانات الاوليه على سبيل المثال جرثومه الاميبا من بعد مرور 20 دقيقه ما كتبقاش وحده، كتنقسم وكتولي جوج ديال الجرثومات، وهذوك جوج ديال الجرثومات من بعد مرور 20 دقيقه اخرى تيوليو 4 ديال الجرثومات، وكتبقى غاده الامور هكا حتى كيولي هناك عدد كبير من هاد الحيوانات الاوليه كيف ما كتشوف. دابا كيبان ليا بلي راك فهمتي مزيان الطريقه اللي كتكاثر بها الحيوانات الاوليه. اذا ندوزو الى طرق تكاثر البكتيريات. البكتيريات بحالها بحال الحيوانات الاوليه، حتى هي كتكاثر عن طريق الانقسام. كيبان ليا بلي الامر واضح وما محتاجش نعاودو نشرحو الطريقه ديال تكاثر البكتيريات. اذا ممكن ندوزو الى طريقه تكاثر الفطريات المجهريه. بالنسبه للفطريات المجهريه فهي كتختلف في الطرق ديال التكاثر ديالها ما بين الخميرات والعفن. اذا نبداو بطرق تكاثر الخميرات. كيف ما كتشوف معايا في هذا الفيديو فالخميرات كتكاثر عن طريق عمليه التبرعم. يقدر يبان لك بلي هذه العمليه ديال التبرعم كتشبه شويه لعمليه الانقسام اللي ديجا شفتيها في حيوان الاميبا، ولكن راه هناك فرق كبير. هذه العمليه ديال التبرعم ماشي هي عمليه الانقسام، حيت عمليه الانقسام كتقسم جرثومه الاميبا الى نصفين عندهم نفس الطول ونفس العرض. اما تكاثر الخميرات فكيف ما كتشوف كيخرج منها واحد البريعم صغير وكيبقى غادي وتيكبر وهو ما حدو كيخرج وهو كيكبر. اذا هذه هي الطريقه اللي كتكبر بها الخميرات. كيبان ليا دابا بلي راك فهمتي مزيان الطريقه اللي كتكاثر بها الخميرات. اذا ممكن ندوزو الى طريقه تكاثر العفن. بالنسبه للعفن فالطريقه ديال التكاثر ديالو مختلفه على الخميرات، حيت هو كيتكاثر عن طريق التبوغ. اشنا هو التبوغ؟ التبوغ هو عمليه كيقوم بها العفن باش يتكاثر. كيف ما كتشوف معايا في هذا الفيديو فالعفن كيشبه بشكل كبير النباتات اللي كنعرفوها. هنا كاين الغصن اللي كيحمل هذه الدائره اللي كتسمى بمحفظه البوغيه، وهاد المحفظه البوغيه كتكون عامره بالابواغ. اشناهما هاد الابواغ؟ الابواغ هما حبوب نقدروا نشبوهم بحبوب اللقاح اللي كتكون في النباتات. ملي كتعمر بزاف هذيك المحفظه البوغيه بحبوب الابواغ كتنفجر، وملي كتنفجر كتنتشر هذيك الابواغ على السطح ديال الاطعمه او الفواكه او المكان اللي متواجده فيها، وكتنبت لينا محافظ بوغيه جديده. اذا هذه هي الطريقه اللي كتكاثر بها العفن.
إذن ممكن ندوزو دابا لطريقة تكاثر الحمات. بالنسبة للحمات فالطريقة اللي كتكاثر بها مختلفة تماما عن جميع الطرق اللي تعرفنا عليها من قبل. بالنسبة للحمات خصك تعرف باللي هي ما تقدرش تعيش في أي بلاصة من غير الخلية الحية بطبيعة الحال، يعني إلا ما دخلتش الخلية الحية ممكن ليهاش تكاثر. كيف ما كتشوف معايا في هذا الفيديو كتقوم الحمى بملاحقة الخلية وملي كتخترق الجدار ديالها وكتدخل الداخل ديالها كتوجه المكونات ديالها الى نواة الخلية. علاش كتوجه المكونات ديالها لنواة الخلية؟ بطبيعة الحال باش تأثر على النواة ديال الخلية وتخليها تنتج عدد كبير من هاد الحمات. وملي كيزداد العدد ديال الحمات داخل الخلية، الخلية ما كتقدرش تستحمل هذاك العدد الكبير وكتنفجر. وملي كتنفجر الخلية كيتسرب هذا العدد الكبير ديال الحمات وكتسلل الى خلايا جديدة وكتكرر نفس العملية حتى كيولي هناك عدد هائل من الحمات في الجسم.